البشر يمين تشيد وشمال تخرب. نيويورك بدأت تختفي، ناطحات السحاب تغرق العاصمة الأمريكية الأكثر شهرة، هبوط أرضي يهدد مدن العالم الساحلية. والحل؟ إما أن نتوقف عن البناء أو نتخلى عن استخراج النفط والغاز. مدن كانت من روائع بني آدم في الأرض ستتلاشى واحدة تلو الأخرى تدريجيا. نيويورك والبندقية تغرقا، أندونيسيا تستبدل عاصمتها بأخرى، وثلث الإسكندرية تحت الماء. القائمة تطول والخيار واحد، إما أن تنقذ أو تودع للأبد. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بأفكارك في التعليقات. ترى هل أن أصحاب فكرة ناطحات السحاب التي تسببت في شهرة نيويورك كان لهم علم بأنها نفسها ستكون سبب اختفائها؟ لا نعتقد ذلك حقيقة، فهذا السيناريو المأساوي من المستحيل أن يرضي أياً كان من أصحاب القرار حدوثه. للأسف اليوم نيويورك تودع العالم تدريجياً، وفي غضون سنوات ستصبح المدينة الأمريكية الأشهر حديث الماضي، تذكر فقط كجزء مندثر في كتب التاريخ. تابعوا معنا القصة لمعرفة التفاصيل. ناطحات السحاب. في خريف 1889 ترقب العالم اللمسات الأخيرة التي كانت توضع على مبنى برج نيويورك. أول ناطحة سحاب في المدينة تكون من 11 طابقا ذات هيكل فولاذي. إلا أنه ومنذ فترة ليست بالقصيرة اختفت أول ناطحة سحاب بعد الاستحواذ على الأرض التي بني عليها، ولكن ذلك أطلق العنان إلى ثورة لم تتوقف إلى حد الساعة. فعلى امتداد 300 ميل مربع، أي ما يعادل 777 كيلومتر مربع، أي الرقعة الترابية التي تحمل نيويورك، نصب عليها 762 مليونا من المباني الخرسانية الشاهقة وأخرى من الزجاج ومواد صلبة أخرى، ويعادل هذا الحجم أكثر من 75 ألف مرة حجم برج إيفل في باريس العاصمة الفرنسية. وهذه حمولة لم تحتسب معها التجهيزات والأثاث داخلها، أو حتى البنى التحتية ووسائل النقل، والبشر الذين كانوا يسكنوها والمقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين فرد. كل هذا الضغط بات يرص الأرض التي تحمله، وهو ما يجعل من العاصمة الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة تغرق بمعدل يصل إلى 4 ملمترات في السنة، أي تسارع عمليات هبوط الأرض إلى مستوى سطح البحر. وقد تبدو هذه المليمترات القليلة أمرا تافها الآن، ولكن لو نظرنا لبضع سنوات أخرى فإن نتائجها ستكون كارثية على المدينة الساحلية. والهبوط الأرضي بدأ منذ نهاية العصر الجليدي الأخير، ولكن الوزن الكبير لمباني نيويورك هو الذي يسرع من نسقه في السنوات الأخيرة. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهو يلعب دورا رئيسيا في جعل المدينة أضعف ما يكون في مواجهة الكوارث الطبيعية، أخطرها الفيضانات الطوفانية بسبب قربها من مستوى المياه، وخاصة مناطق كوينز وبروكلين ومنهاتن السفلى. وخطر الفيضانات لا يمس البشر والمباني فقط، وإنما الأخطر من ذلك هو تأثير المياه المالحة على الأسس الخرسانية للمباني التي تواجه تآكل الحديد داخلها، وبالتالي ضعفها تدريجيا. ومنذ السنة الفارطة والخبراء يواصلون نداءات الاستغاثة للانتباه، إلى أن خلال 3 عقود فقط سيشهد البحر في الولايات المتحدة الأمريكية أقصى مستوياته، مما يهدد بغرق نيويورك وميامي كليا. وتأكدت هذه المعلومات أكثر مع كارثة إعصار ساندي الذي أكد أن نيويورك مهددة بالزوال. ومما يمكن أن يسرع الأمر أكثر هو أن جزءا كبيرا من حجر أساس مبانيها
المتكون من صخور الرخام والنيس قد انتشرت به كسور بسبب المرونة وثقل وزنها، زد عليه انتشار التربة الطينية ومواد التعبئة الاصطناعية في المنطقة التي ينتج عنها قدر هائل من الهبوط. اختفاء المدن الساحلية. إن غرق المدن الساحلية يعود جزء كبير من أسبابه إلى التغيرات المناخية بالأساس، ولكن كذلك لا يمكن أن يكون البشر خارج هذه الدائرة. فحسب الأبحاث تبين أن كتلة البنية التحتية البشرية، ويقصد بها كتلة الأشياء التي يتم تصنيعها يومياً، تفوق وبحجم هائل الكتلة الأحيائية، أي كتلة كل العناصر البيولوجية الحية في الطبيعة، الأمر الذي يسبب ضغطاً شديداً على الأرض. وهذه ليست الأسباب الوحيدة للهبوط الساحلي، إنما كذلك استخراجنا للمياه الجوفية، ومعه عمليات إنتاج النفط والغاز التي تهدد بزوال مدن من العالم. فليست نيويورك وحدها المهددة بذلك. إليك قائمة أهم المدن، علماً وأننا لن نذكرها كلها، نظراً وأن عددها فاقت 90 مدينة منها الإسكندرية. البداية تكون من جنوب شرق آسيا، وتحديداً إندونيسيا التي ستفقد عاصمتها جاكرتا، وهي المنطقة الأسرع غرقاً، حيث تشهد هبوطاً يقيسه الخبراء بالسنتيمترات عوض المليمترات، الأمر الذي جعل إندونيسيا تقوم باستبدالها كعاصمة بمدينة يتم تشييدها على بعد 1240 ميلاً. ومن مدن جنوب شرق آسيا نذكر لكم أيضاً مانيلا في الفلبين، وشيتا كونغ في بنغلاديش، وكراتشي في باكستان، وتيانغين في الصين. في جزء آخر من الكوكب هناك مكسيكو سيتي أيضاً، التي بالرغم من أنها بعيدة عن السواحل، إلا أن استنزاف الإسبان لطبقات مياهها الجوفية جعل مستوى هبوطها الأرضي يبلغ 50 سنتيمتراً في السنة. وليتوقف ذلك فالأمر يستغرق 150 عاماً كاملة. أما الإسكندرية مدينة الرب، فثلثها سيكون تحت الماء بحلول 2050، حيث أن منسوب البحر الأبيض المتوسط سيزداد بمعدل متر، يكون كافياً لغمر مدن صناعية مصرية، منها الإسكندرية وبورسعيد ورشيد ودمياط، وهو ما سيسبب نزوح قرابة مليوني شخص، وفقدان قرابة 200,000 آخرين وظائفهم. معالجة الهبوط السطحي صعب ولكنه ليس مستحيلا، تتطلب فقط قليلا من تضحية البشر ببعض من أنشطتهم الحيوية. أول هذه الحلول الواضحة وضوح الشمس، هو التوقف عن البناء أو تشييدها على أكثر الصخور صلابة. الحل الثاني هو محاولة إبطاء عمليات استخراج المياه الجوفية، وهو التحدي الأكبر نظرا للتوسع الحضاري الذي يلتهم كوكب الأرض بشكل مفزع. ولكن يبدو أن العالم سيلجأ إلى الطرق الأكثر شيوعاً، وهي الدفاعات التي تبنى لصد الفيضانات، أي اقتفاء الطريق التي سلكته طوكيو، والبرنامج الذي شمل السدود وبوابات السيطرة على الفيضانات، وكذلك التدريبات الاجتماعية كالإخلاء والإنذار. ومن بين الحلول الأخرى نذكر لكم خزانات التخفيف، التي توضع تحت الأرض لتطلق عبرها مياه الأمطار بمعدل بطيء ومنتظم. يبدو أن يمين البشر تشيد وشمالهم تهد. مدن كانت من روائع بني آدم على الأرض، واليوم بات يهددها الزوال إما بسبب الحروب أو غرقا. الإسكندرية، نيويورك، البندقية، والقائمة تطول. إما أن تنقذ اليوم أو تودع للأبد. ويمكنكم الاطلاع على فيديو البندقية على قناة ستيف فيديوغراف.